السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم 3 نقط موجودين عندنا في الريفت، ودول بيحددوا مكان الحاجة. الأوريجن اللي هي 00، ودي ما بتظهرش معايا خالص، إنما لما بتيجي تقول له انسيرت وتقول له أنا عايز أعمل لينك ريفت أو كاد أو أي إف سي أو توبوغرافي وكل الحاجات ديت، بيرجع لنقطة 00. فدي لازم، مهم جدا نبقى عارفينها. وفي النقطتين اللي هما موجودين في السايت، اللي هما دول اللي هي البروجكت بيس بوينت والسيرفي بوينت، دي الأساسي بتاعت المشروع، ودي السيرفي اللي هي بتعتبر بتاعت الموقع ككل. تمام، هما دلوقتي التلاتة فوق بعض. تمام، طيب لو أنا جيت حركت ديت أهي، خلي بالك إن ده 0 0 0، ده كل دول أصفار. ماشي، طيب هاجي دلوقتي أقول له أنا عايز من أنوتيت، هبدأ أخد النقط اللي هي الكوردينيت مثلا أهي، تمام، واقول له دي خليها مثلا 25، خليها 500 عشان الارقام تبقى شايفينها كويس. تمام، ده تعالى امسك كده دوت واقول له ايه. طيب ده بيبدا يقرا منين؟ ده بيقرا من سيرفي بوينت، ده بياخد معلوماته من سيرفي بوينت، اقول له لا خدها من البروجكت بيس بوينت. تمام، طيب مش هعدل هنا، لازم اجي اقول له دوبليكيت واقول له ده البروجكت بوينت اهوت، واقول له بدل سيرفي بوينت بروجكت بيس بوينت. طيب انا هنا عندي البروجكت بيس بوينت مكتوبة 0 0 0، هبدأ احركها بالشكل دوت. لاحظ اللي حصل، لاحظ الارقام اللي اتغيرت، ولاحظ ان الشكل نفسه اتغير معايا. بص كل الحاجات اتنقلت، فدي لازم اخلي بالي منها وانا بحرك. تمام، سيرفر بوينت لسه في مكانها. تمام، لو جيت تدوس كده هتلاقي موف تو ستارت لوكيشن اللي هي الاوريجن تو اوريجن مش مفعله. عايز تفعلها بتدوس على الكليب دوت اللي هو شينج كليب ستيت اوف بوينت، وبعد كده تيجي هنا وتقول له ايه موف تو ستارت اب لوكيشن، يبدا يرجع يخليني موجود في الزيرو زيرو بتاعت الشكل التاني. طيب خلي بالك ده 707 وده 11000، يعني باجي احرك دوت اللي هو البروجكت بوينت ده بس اللي اتحرك، لان التلاته دول معتمدين ان هما بيقروا من السيرفي، ده بس اللي بيقرا من البروجكت بيس. ما فيش ولا رقم بيتحرك معايا خالص. تمام، كل الارقام ثابته وده بس اللي بيتحرك، الارقام الخصائص بتاعته هي اللي بتتغير، النورس والايست وكده هما دول اللي بيتحرك بالنسبة لي. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز زيرو وعايز زيرو بالشكل ده. طيب حتى برضه في الاليفيشن، لو انت جيت هنا في الاليفيشن وقلت له في في وقلت له انا عايز اشوف السايت البروجكت بيس والسيرفي بوينت اهمت، مش ظاهرين في الفيو دوت. لو انا فتحت الليفيشن هنا وقلت له في في وقلت له انا عايز اظهر السايت النقط اللي هي في البروجكت بيس والسيرفي بوينت، هيظهروا معايا هنا. ولو انت جيت في ليفل 1 وانت عامل سيلكت على البروجكت بيس بوينت وغيرت الليفيشن بتاعك لمتر مثلا، تمام اهو، وجيت هنا في الويست، هتلاقي عندك البروجكت بيست طلع متر زي ما انت شايف، والسيرفي بوينت موجود هنا. وكل دول ممكن تخليهم مرتبطين بده او بده، يعني الليفلات ممكن تدخل جواه وتقول له انا عايزك تقرا من البروجكت بيس بوينت او من السيرفي بوينت. طبعا هما كلهم نفس الحاجه، يعني لو انت عايز تغير بتعمل دبل كيت ليه طيب، بحيث ان هو هيقرا من انهي واحده فيهم. هو دلوقتي هنا بيقرا من السيرفي بوينت، فعشان كده ده ليفل 1 بقى متر. طيب لو هو مثلا قلنا له
اغير لي البروجكت بيتكوين هتلاقيه بقى زيرو بشكل اكبر.